بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين، على البركة والتوفيق ينطلق هذا الشوط الثاني في مجموع الأشواط الأبكار المهجنات لأبناء القبائل لسن الثنايا، انطلاقة سليمة بأمر من الله وتوفيق ثم بجهود اللجان القائمة على هذه التنظيمات. اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ورزقه وبركته وهداه. اللهم ما تعلم فيه من خير أو رزق أو رضاء لك عنا فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. مباشرة مع صداره الأولى، مباشرة مع المركز الأول والقوة والإثارة والعرض الثنائي هنالك في مقدمة الشوط. بسم الله ما شاء الله يا الشاهينية، أحمد بن محمد بن محمد بن غنام الهاملي، وهنالك أيضا أنذار حمد بن محمد بن فهيد العجمي في عرض ثنائي رائع مع القوة والانطلاقة، بينما هنالك سلمان بن سعد الدوسري أيضا من يحلق، والضيوف أبناء المملكة العربية السعودية والتحليق القوي في مقدمة هذا الشوط، بينما هنالك أيضا من تنضم إلى المركز الآن إلى المركز الثالث، الوصول من خيال خالد بن غانم بن علي الظاهري على ثالث الأسماء، المركز الرابع الشاهينية أحمد بن محمد بن محمد بن غنام الهاملي يصل أيضا مع القوة والمركز الآن الرابع. ناموس يتجه، هل لأهالي العين، هل لأهالي المقام، هل لأهالي أيضا هنالك الفوعة، أم أهالي السعودية، أم أهالي المملكة، أم أهالي المملكة من يسيطرون على القوة، من يسيطرون على السياسة وعلى القيادة وعلى قبضة الناموس. الله يا بن فهيد، الله يا بن فهيد، وتقود لك من الأسماء يا بن بيشان، ليس بغريب عليك هذه القيادة وهذه السيطرة، تقود لك بماذا تقود؟ جميلة، وأيضا هنالك مغرية والطائفة والدوحة والشاهينية وهملولة والعنود وجميلة، أسماء 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 تحدث عنها التاريخ كثيرة، بينما القوة سلام 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 صباحي سلام بالناموس من الوثبة إلى المملكة إلى المملكة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. نحن سعيدين بفوز الأشقاء، دائما وأبدا نقول أهلا وسهلا بكل من يشرف، يا مرحبا بن بيشان، يا مرحبا بأنذار، يا مرحبا بالناموس، يا مرحبا بالتحية، يا مرحبا بالسلام. هذه هي أنذار حمد بن محمد بن بيشان العجمي مع المركز الأول، المركز الثاني هنالك أيضا جميلة محمد بن الحب العامري، المركز أحمد بن محمد رابعا الدوحة سالم بن سعيد بن حضيرم، بينما المركز الخامس هنالك العلود علي بن مهدي بن مسفر آل عامر اليامي مع خامس الأسماء. التوقيت الزمني، التوقيت الرائع لأنذار حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مع الناموس والتحدي، وأنذار صاحبة الفوز صاحبة الانتصار. هذه لحظات الإعادة من مخرجنا المميز دائما وأبدا، تحية وجه التحية الصباحية عبر الهواء. الآن لحظات الإعادة وهذه هي أنذار، ما شاء الله يا القوة والإثارة. التوقيت 9:39 وتسعة أجزاء من الثانية، توقيت أنذار. التهنية لحمد بن محمد العجمي على هذا الفوز المستحق، بينما المركز الثاني اللي قدمت عروض جميلة حمد بن محمد بن حب العامري وتوقيتها 9:43 وأربعة أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث فكان من نصيب الشاهينية أحمد بن محمد بن محمد بن غنام الهاملي وتوقيتها 9:44 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.